Mustafa. Sultanım, sur kapılarından biri açıldı. Mehmet durmayacak. Konstantinopol düştükten sonra... Hakanımız olacakları bizden evvel sezmiş. Gözünü Roma'ya dikecek. Sıra sana da gelecek! Kaşıtın burada! Yüreğin yeterse! Seni ellerimle parçalayacağım. Bizi bulacak. Konstantinos ile evleneceksin. <applause> السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم ايها الاصدقاء. اخيرا لقد تم اليوم نشر الاعلان الرسمي الثاني لمسلسل سلطان الفتوحات محمد الفاتح. اليكم فيما يحدث في الاعلان. نوتاراس يطلب من ابنته الزواج من الامبراطور قسطنطين وذلك من اجل ان يجيدهم ويكونوا اقوياء. اما عن الجانب الثاني الخائن اورهان يقوم باخراج كار مصطفى من احدى ابواب القلعه في القسطنطينيه ويقوم بقتله بواسطه سهم قاتل من الخلف امام الجميع وامام اعين السلطان محمد الفاتح ولكن السلطان محمد سينتقم منه شد انتقام. واما عن الجانب الثالث عودة يانوش مرة اخرى الى المسلسل سيزيد من كثرة الأحداث ويشعل. في سيناريو مسلسل السلطان محمد الفاتح. وإلى هنا يا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. فلا تنسونا بدعمكم لنا بلايك على الفيديو والإشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيه حتى يصلكم كل جديد. وشكرا لكم انتظرونا على فيديو جديد إن شاء الله.